كل شكر وزارة الصحة على المبادرة اللي قامت بها من أجل السائقين المهنيين، من أجل السائقين المهنيين ومن أجل محاربة الجائحة لفيروس كوفيد 19. ولكن كما كتلاحظوا معنا راه كاين واحد المشكل كبير، هو اللي ما حتى شي واحد ما محافظ على الإجراءات الوقائية، لأن كل منا اللي مسافة الأمان مثلا شي يدير كمامة شي ما دايرهاش. وبالنسبة للناس المسؤولين هنا ما كنلاحظوا ما كاينش واحد البرمجة باش ما كاينش واحد النظام اللي باش يدوز الصف ديال السائق المهنيين بواحد الإنسيابية. كنلاحظوا كما كتلاحظوا معنا هنا كاين واحد الاكتظاظ بزاف، وأنا السبب التواجد ديالنا هنايا هو باش ندوز واحد التحليلة كسمعنا في الراديو وسمعنا في الأخبار، قال لك باش نديروا واحد التحليله اللي كتعلق بكوفيد 19 الجائحه، وكنتمنوا يدوز كل شيء بخير على خير. وهذا القرار كنعتقد بناء على كنعتقد القرار اتخذ بناء على محاربه فيروس كورونا اول حاجه، وثاني شيء لان السائقين المهنيين الاكثر عرضه للخطر هذا المرض، كيهزون معاهم زبائن كيمشيو لديورهم كيتجولوا في المنطقه اللي هي خدامين فيها، يعني متعرضين بزاف لهذا المرض. كنعتقد هذا هو السبب المهم اللي خلى وزاره الصحه دير هذه المبادره. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.